شدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أن المملكة تؤكد على موقعها وموقفها الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واكتفاثه بأشكاله وصوره كافة. وخلال كلمته بالحفل السنوي لكبار ضيوف الحج، أكد الملك سلمان على التمسك برسالة الإسلام السامحة والحرص على لم الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع. كما أكد خادم الحرمين الشريفين على أن الله شرف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية الحجاج والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم. لقد شرف المملكة السعودية، لقد شرف الله المملكة السعودية بخدمة الحرمين الشريفين ورعاية أمور قاصديها والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم. ولقد أعطته كل العناية والاهتمام منذ أن استشار أركانها الملك عبد العزيز رحمه الله، من بعده ملوك هذه البلاد رحمهم الله جميعا. وسنواصل ذلك بإذن الله لإيماننا العميق من خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار والقيام على شؤونهم وتيسير أدائهم لمناسكهم واجب علينا وشرف على العظيم لن نفخر به، لأننا نفخر بما نعتز به. أيها الأخوة والأخوات، إن المملكة العربية السعودية التي تضم في جنباتها قبيلة المسلمين ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلاق من مكانتها الإسلامية ودورها الإقليمي والدولي، تؤكد موقفها الثابت في محاربة الإرهاب والتطرف واجتثاثه بكافة أشكاله وصوره، والتمسك برسالة الإسلام السامحة والحرص على لم الشمل الإسلامي وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.